هاي الفرصة كثير منيحة إلك ولبرهان، انتو من زمان ما قضيتوا وقت مع بعض. مو معقول لا تذكريني إلك، لما كنت صغيرة ما كنت أهرب من أهلي بهالطريقة. بدي أسألك، مروان ما بيحكي معي؟ مستحيل، لا تخافي ما رح يحكي أبدا. مروان صاير مثل القطة هلأ وبيعمل كل اللي بقله عليه. إي والله طلعتي مانك قليلة. والله اللي بده يغلط بده يتحمل. لك إيمينة منه هلأ برهان رح يتفاهم مع مروان برأيك؟ إيه أكيد بيتفاهموا، يعني هلأ بيحكوا لهم شوي بالطابة وفورا بيصيروا رفقات. ها شو أنتوا جاهزين؟ نمشي؟ جاهزين بس برهان لسه ما وصل. ها ابن حلال ليكو وصل. صباح الخير. صباح النور حبيبي. يلا السيارة جاهزة. لحظة، ليش ما نروح بسيارتي مو أحسن؟ يعني أنا خليتهم يغسلوا السيارة ويجهزوها لنروح فيها، والسيارة كبيرة. إيه لا بدك تعذرني بس أنا ما بطلع على طريق سفر إلا بسيارتي، عفوا منك. شو هالحكي؟ شو معناته هالحكي مروان؟ يا حياتي زلمة ما بعرفه، ما بعرف كمان إذا سواقته منيحة ولا لا، بركي ما بيعرف يسوق. خلص، الأحسن إنه نطلع بسيارتي أنا، يعني حتى لو ما كانت كتير كبيرة بس أنا عاملها صيانة وهي مناسبة كتير لطريق السفر. برهان حبيبي منروح معهم من بعد إذنك ماشي؟ ومنترك سيارتك أنت هون ومناخدها بالرجع حبيبي. يلا بس من أولها حق البنزين بالنص، هي قلت لك لا تنسى. استنى شوي، خلي عنك، انت لا تلمس شي بلا ما يتشنج ظهرك. اذا بسبب التكييف ايه تشنج ظهري شوي، لانك مو مزبط العيارات منيح. عفوا منك؟ عفوا ما فهمت عليك، انا قبل ما اطلع مزبط العيارات بايدي، بعدين ما حدا اشتكى منه. بتتذكري شو قلت لك قبل ما نطلع؟ شو قلتي لي؟ انا قلت لك الرجال بس يجتمعوا بيحكوا شوي بالطابة وبعدين بيصيروا رفقات. ايه بسحب كلامي كله، انا كنت بعرف. خذون ابني. حاضر. على عيني يا بيك، انا بذكر مالك بتحمله لهذا الغليظ. بتعرفي حياتي انا بذكر مالك عم بتحمله لهذا الغليظ وتعامل معه. خلاص. ليش عم تضحك يا بنتي؟ ولك ليش يعني على الموقف اللي كنا فيه؟ ما بضحك بتول، ما بضحك ابدا، أنا معصبة كتير منه لهالزلمة. حلو، هلأ صار زلمة ما هي؟ خلصنا بقى، أنا عن جد ماني طايقته. إذا حبيبك ليكو. لك لا تقولي عنه حبيبي. وهي حبيبي كمان إجا. لما بتعصبي بتصيري لذيذة. أنت سكوت لو سمحت. شكراً لإلك بتول، أنا خلص صار لازم أمشي، عندي شغل. لا. لك أمير أنت ما رح تنسى هالموضوع بقى، أنا قلت لك ما في روحة، رح نقضي الإجازة كلياتنا سوا. وهلا خلونا نحل موضوع الغرف. ست بتول أعطيني مفتاح غرفتي. يلا. نحن بنقعد بنفس الغرفة مع هيك حبيبي؟ طبعا حياتي. إيه أنا وبتول بنفس الغرفة كمان. إيه معناها مين ضل عنا هلا؟ لا مو معقول. شبك يعني ما عجبك؟ ضل عنا إياد وأمير. خلص أنا رح أمشي فورا. لك ما باكلك لا تخاف. حاسة إنه كتير رح ننبسط. وأنا كمان. بابا؟ أمي؟ إياد؟ مجد؟ بابا؟ شو هالصدفة؟ أنتو شو عم تعملوا هون؟ سيرين أصرت علي كتير حتى إجي. ايه وانا مروان عزمني وجيت. ليش انت ومروان من ايه بتعرفوا بعضكم؟ نحنا من قبل ما كنا منعرف بعضنا، بس عن جديد تعرفنا وصرنا اصدقاء كتير وحسينا منعرف بعض من زمان. نحنا كتير متفقين. مزبوط كلامي يا برهانو؟ ايه طبعا مزبوط مروانو. برهانو ومروانو شكلهم متفاهمين على الاخر الشباب. غرفكم جاهزة رنيم خانم، هاي المفاتيح. شكرا. غرفتين ثنائية. شكرا. ايه انتو كيف رح تناموا بهالحالة؟ طبعا انا ورنين رح ننام بنفس الغرفة ورح نتسلى كتير، صار لنا زمان ما قعدنا مع بعض، ما هيك حبيبتي؟ ايه طبعا. وانا مع مروان طبعا، نحنا رح نحكي احاديث كتيرة ما هيك؟ ايه اكيد. شو رأيك مروانو؟ برهانو ايدك.
Thank you.